بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بداية أسبوع جديد وبداية موفقة إن شاء الله للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، عدد مباريات ودية استعدادا لانطلاق الموسم بلقاء فاركو بإذن الله يوم 14 من الشهر الجاري، سلسلة مباريات رسمية للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، حوالي 9 لقاءات متتالية في الدوري العام. النهارده كمان عندنا كلام مهم جدا متعلق بالأجندة الدولية. منتخبنا الوطني نجح في اقتناس 3 نقاط هامة جدا على حساب بوركينا فاسو، وبالتالي صدارة المجموعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والمنتخب أمامه تحدي جديد يوم الاثنين المقبل أمام غينيا بيساو على ملعبه في 24 سبتمبر، ملعب فريق غينيا بيساو. أكيد مباراة هتبقى صعبة جدا، ولكن المكسب مهم جدا لضمان صدارة المجموعة والابتعاد بفارق كبير من النقاط عن أقرب المنافسين، والابتعاد عن سلسلة بقى فكرة التعقيدات والحسابات المعقدة ولوغاريتمات النقاط المؤهلة إلى كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. كمان النهاردة هنتكلم على ملف متعلق بأسماء الأندية اللي هيتم إرسالها للاتحاد الإفريقي خلال الأيام القادمة. الكاف حدد 30/6 وده تاريخ محدد في اللائحة. في بلبلة على السوشيال ميديا، في ناس بتقول معلومات كتير غلط. الاتحاد الافريقي موقفه ايه اصلا من موقف في الدوري المصري؟ هل هيعتمد نتائج الدور الاول؟ هل هيدي مهله؟ هل هيكتفي ويأكد على فكره 30/6؟ النهارده عندنا تفاصيل جديده في هذا الشان، واكيد هيبقى عندنا كواليس وتفاصيل مهمه جدا كالعاده هتتابعوها من خلال برنامج الترند. لكن عشان وقت الحلقه نبدا بسرعه بسؤال حلقه النهارده، وسؤال النهارده عايز اعرف من وجهه نظركم افضل تشكيل للمنتخب في مباراه غينيا بيساو، وهل تتوقع تغيير طريقة اللعب؟ الكل يدخل ويشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على أفضل تشكيل وتغيير طريقة اللعب. منتخبنا لعب في مباراة بوركينا بطريقة 3-4-3، هل ممكن يرجع للطريقة القديمة 4-4-2 أو 4-2-3-1؟ كل ده هنعرفه من خلال توقعاتكم، وهنستنى بالتأكيد بقى نشوف ده في الماتش الرسمي يوم الاثنين الساعة 7 بتوقيت القاهرة بإذن الله. لكن دلوقتي نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يخوض مباراة ودية الليلة، وكمان مصطفى شوبير يتواجد ضمن قائمة أفضل تصديات في دوري الأبطال. وفي الترند المحلي، بعثة المنتخب تغادر إلى غينيا بيساو. عندنا كواليس وتفاصيل كتيرة، لكن أكيد كل ده هنتناوله في سياق باقي فقرات برنامج الترند. نروح لاستعراض مباريات اليوم، والنهاردة في استكمال لمباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. الساعة 4 انطلقت مباراة الكاميرون مع الرأس الأخضر، والكاميرون في الشوط الأول متقدمة 3-1. الساعة 7 في مباراة ما بين جامبيا وسيشل. ابتداء من بكرة بإذن الله هيبقى انطلاقة مباريات الجولة الرابعة. يمكن الجولة الثالثة اتلعبت على مدار 3-4 أيام، لكن من بكرة بإذن الله إن شاء الله انطلاقة الجولة الرابعة، وعلى مدار أكثر من 3-4 أيام على نهاية الأسبوع هتنتهي الأجندة الدولية بمباراة يوم الأربعاء اللي جاي. أكيد هيبقى عندنا إطلالة على التصفيات الإفريقية، نتائج المنتخبات، تصدر المنتخبات العربية، في مفاجآت في بعض المجموعات، كل ده بالتأكيد هنناقشه ولكن بعد الفصل. طيب النهاردة النادي الأهلي عنده مباراة ودية، وزي ما شفتوا في عناوين الحلقة مباراة ودية للنادي الأهلي الليلة أمام فريق النجوم استعدادا لمواجهة فاركو يوم 14/6 في نهاية هذا الأسبوع بإذن الله. طبعا الفريق في الفترة الحالية بيفتقد لعدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين، بالإضافة أيضا أن في لاعبين مصابين فمش موجودين في التدريبات الجماعية، بس بنتكلم على عدد كبير جدا ما بين لاعبي المنتخب الأول، لاعبي المنتخب الأولمبي، وأيضا كمان عدد من اللاعبين اللي موجودين في المنتخبات الإفريقية والأسيوية المشاركة في التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم. عندك وسام أبو علي لاعب مباراة فلسطين ولبنان ويمكن خرج للإصابة، وأطمنكم دلوقتي على إصابة وسام أبو علي. وعندك حوالي 11 لاعب مع منتخب مصر، بالإضافة إلى بيرسي تاو مع جنوب إفريقيا، وامبارح كان بيلعب مباراة أمام منتخب نيجيريا، مع إضافة كمان وجود أليو ديانج مع منتخب مالي، وأليو ديانج كان موجود في مباراة منتخب مالي أمام منتخب غانا. يعني احنا بنتكلم ما لا يقل عن 14 لاعب في الأجندة الدولية الحالية
اللي بيلعب فيها كل المنتخبات التصفيات المؤهله لكاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه، عدد كبير جدا. احنا بنتكلم على يعني اكبر من التشكيله الاساسيه، 14 لاعب منهم كمان اثنين حراس مرمى الاساسي والاحتياطي في منتخب مصر، سواء الشناوي او حتى مصطفى شوبير. ولكن لو نبص كده على قائمه الاهلي المتاحه حاليا مع مارسيل كولر، محمد مجد قفشه، عمرو السوليه، كريم ندفيد، كريستو، مصطفى مخلوف حارس المرمى الصاعد، خالد عبد الفتاح، احمد عبد القادر، كهربا، رضا سليم، انطوني موديست، كريم فؤاد، محمود متولي، وحسين الشحات. ويمكن قدامكم على الشاشه اهي، يمكن واحنا بنتكلم على اسماء اللاعبين اللي موجودين قدامي دلوقتي هم اللاعبين اللي قدامكم في تدريب فريق النادي الاهلي. نضيف على ذلك كمان حارسي المرمى محمود الزنفولي بالاضافه الى حازم جمال حارس مرمى فريق النادي الاهلي الصاعد من مواليد 2005، وهو على فكره كمان كان مقيد في القائمه الافريقيه وقت ما تعرض محمد الشناوي لاصابه اثناء منافسات كاس الامم الافريقيه. فاحنا بنتكلم حوالي 11 12 لاعب من الفيرست تيم من الفريق الاول موجودين حاليا في تدريبات الفريق من حوالي 3 4 ايام، والتدريب او المباراه النهارده امام فريق النجوم هيتم الاستعانه بلاعبين من مواليد 2003 و2005. وحسب معلوماتي يمكن في الساعات الاخيره كده عرفت ان الكابتن بدر رجب في فريق تم تكوينه مؤخرا سمي بفريق الامل. العناصر البارزه اللي موجوده في قطاع الناشئين 2003 2005 2006 بحيث ان العناصر دي يبقى في شغل ما بينها ومع الفريق الاول، والفريق ده تحديدا شغال تدريبات في مدينه نصر. النهارده هيتم الاستعانه بعدد كبير جدا من هذه العناصر في فريق الامل وتحديدا مواليد 2003 و2005 عشان يكونوا فرصه طيبه لمارسيل كولر يدفع بيهم في مباراه وديه امام فريق النجوم، وفي نفس الوقت يطمن على العناصر الاخرى اللي حاليا بتتمرن معاه ومش موجوده على ذمه الاجنده الدوليه مع المنتخبات الوطنيه في الفتره الاخيره. فبالتالي دي العناصر المتاحه النهارده اللي هتلعب مع مارسيل كولر. ناس كتيره بتسال طب مباراه وديه مع النجوم ايه الامكانيه نتفرج على مباراه وديه ونتفرج على الاهلي، بقالنا كتير ما شفناش الاهلي من يوم فاينل افريقيا 25/5. احنا عندنا قانون كده او دستور ما بيننا وبين جماهير النادي الاهلي، الرؤيه الفنيه للجهاز الفني هي صاحبه القرار في المقام الاول. لو شايف ان اذاعه المباراه او تسجيلها مفيش فيه اي مشكله اكيد هنبقى جاهزين للتسجيل والاذاعه حتى لو على الهواء مباشره، ولكن طالما الجهاز الفني ليه رؤيه معينه، عايز يتفرج على حاجه معينه، عايز يجرب شيء معين، عايز يتفرج على فريق الامل او اللاعيبه الصاعدين من قطاع الناشئين بدون ضغوط، كل دي اكيد معايير اي جهاز فني بيفكر فيها. احنا كلنا اكيد عايزين نتفرج، وانا عايز اخلص الحلقه واطلع بسرعه على التتش واتفرج على هذه المباراه الوديه امام فريق النجوم، ولكن في النهايه اكيد انت عندك مدير فني ليه معايير وليه متطلبات، عنده لعيبه صاعدين مش عايز يحط عليهم ضغط معين، عايز يتفرج عليهم بشكل معين، عايز يجرب حاجه معينه. الناس هتقول لي ما هو الراجل خاض مع الاهلي حوالي 100 مباراه لغايه دلوقتي. بس برضه في النهايه هو ليه فلسفه، وفي النهايه فلسفته دي طالما بتقود الفريق للنجاح كلنا بندعمها وكلنا اكيد واقفين في ظهره لغايه لما يحقق الدوري والكاس في نهايه هذا الموسم. خلاص احنا خلصنا كل المنافسات القاريه والدوليه، لا يتبقى سوى الدوري والكاس خلال الفتره اللي جايه. فده الجزء المتعلق ب قائمة الفريق والعناصر اللي هيتم دعمها النهاردة عشان المباراة الودية. عايز أطمنكم على وسام أبو علي. وسام أبو علي لعب مباراة فلسطين ولبنان، ظهر بشكل كويس جدا. فلسطين عندها مباراة تانية مع أستراليا، ولكن وسام مش هيلحق المباراة التانية ومش هيكون موجود مع فلسطين أمام أستراليا، لأن وسام حسب التشخيص المبدئي واللي أعلن عنه دكتور أحمد جبلة طبيب فريق النادي الأهلي إن وسام أبو علي اشتكى أو إصابته عبارة عن التواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم. كمان ما تمش الإعلان عن تاريخ عودة اللاعب، ودي نقطة أنا عارف الناس كلها بتبقى تهمها حاجتين، عايزة تعرف طبيعة الإصابة وهيرجع إمتى. طيب التواء الكاحل كدمة في مشط القدم، مش هنتكلم في تاريخ العودة لأن أكيد في برنامج تأهيلي في موضوع التواء الكاحل لو أنت حاطط أسبوعين ممكن اللاعب بعد 10 أيام يكون جاهز. وأنا واضح إن في فلسفة دايماً عند دكتور أحمد جبلة ما بيحبش يدي تواريخ زمنية، ولكن بينه وبين المدير الفني مارسيل كولر في تواريخ زمنية. يعني هو بيقول له خد بالك وسام مش هيكون جاهز مثلا يعني سي بدي مثال قبل 1/7 يعمل حسابه على كده مثلا في الفتره دي. هو طبعا مش هيعلن ده للاعلام، ولكن في الفتره دي واثناء مشاركه اللاعب في التدريبات التاهيليه وبدا جاهز قبل التاريخ ده هيعلنوا مدى جاهزيه وسام ابو علي، لكن مش هيبقى معلن للاعلام مده غياب اللاعب، ولكن الجهاز الفني بيبقى عارف عشان يحضر البدائل
او يحضر العناصر ممكن يعتمد عليها في المباريات القادمه في الدوري. يعني مثلا اصابه وسام دي لو هتاخد مثلا 21 يوم غياب، فانت تعمل حسابك من تاريخ 8/6 ل 29/6 في عدد مباريات في الفتره دي. في الفتره دي هيتم تحضير لاعبين اخرين لشغل مركز الهجوم بدلا من وسام ابو علي، ابرزهم مثلا كهربا، ابرزهم مثلا عناصر ممكن يدفع بيها انتوني موديس، عناصر ثانيه ممكن يدفع بيها في الفتره اللي جايه. ولكن اكيد في برنامج تاهيلي، في متابعه علاجيه وتدريبات تاهيليه الفتره الجايه لوسام، لعل وعسى ان شاء الله تكون مده اصغر من كده او اقل من كده عشان يكون جاهز للفتره اللي جايه. انت داخل على مباراه صعبه جدا، هتلعب مع فاركو، هتلعب مع الاتحاد، هتلعب مع الزمالك يوم 25/6، مباراه مهمه جدا في الدوري العام، في مباريات مؤجلات من الدور الاول. ولكن طبعا عارفين ان المؤجلات دلوقتي بالنسبه لنا مش هتفرق عشان المشوار الافريقي، كده كده الاهلي حامل اللقب، ولكن المباريات المؤجلات مهمه عشان الثلاث نقاط، عشان الصداره، ضغط مباريات كبير جدا. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون جاهز في الفتره اللي جايه. في تواصل على فكره تم ما بين الجهاز الطبي للنادي الاهلي مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين، ونتمنى السلامه ان شاء الله لوسام ابو علي. وفي نفس الوقت كمان عايز ابارك لمنتخب فلسطين تاهله الى كاس الامم الاسيويه بعد احتلاله المركز الثاني في التصفيات، وباذن الله نتمنى له يعني مشوار اقوى وافضل في التصفيات المؤهله لكاس العالم خلال الفتره اللي جايه. ده جانب. الجانب الثاني برضو عايز اطمنكم على اصابه امام عاشور. النهارده امام عاشور كان موجود في التدريبات مع المنتخب الوطني، وشفنا ليه بعض الصور على صفحه اتحاد الكوره وهو بيتمرن النهارده مع المنتخب. يعني الحمد لله الاصابه اللي خرج بسببها في مباراة المنتخب إجهاد بسيط كده في العضلة الضمة حسب ما أعلن جهاز المنتخب، وهي بسيطة إن شاء الله. والنهاردة إمام عاشور شفناه في التدريبات ومع البعثة اللي غادرت منذ قليل للسفر إلى غينيا بيساو. بمناسبة سفر المنتخب، يمكن دكتور أشرف صبحي حرص على التواجد في المطار في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين قبل السفر إلى غينيا بيساو. وعايز أؤكد لحضراتكم إن بعثة المنتخب سافرت وهيرافق البعثة جمال علام رئيس اتحاد الكرة وهو رئيس البعثة، والاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكوره، وتواجد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره من اجل الاطمئنان على اجراءات سفر البعثه. رحله السفر هتستغرق 8 ساعات. يعني الفرقه سافرت الساعه 4 او 5 مثلا، توصل على الساعه 12 او 1 من صباح يوم الاحد. المهم توصل بالسلامه ان شاء الله، ويكون في استعداد لهذه المباراه. بكره هيكون في تدريب وحيد على ملعب المباراة، والمباراة يوم الاثنين. أتمنى أن يكون الجهاز الفني استعد بشكل كويس للمباراة دي. المفروض المنتخب كان يسافر من امبارح الجمعة، ولكن فضلوا أن هم يأجلوا السفر ليوم السبت. طيب ده بالنسبة للأهلي، وده بالنسبة لإمام عاشور. وبطمنكم أن الحمد لله ما فيش أي إصابات، هي وسام أبو علي بس الإصابة الوحيدة اللي خرجت من الأجندة الدولية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. قدامكم اهي دي صورة إمام اللي كنت بتكلم عليها النهاردة في تدريبات المنتخب الوطني، وبطمنكم أن إمام إن شاء الله جاهز. هو بس النهارده كان بيشتكي من الحراره العاليه. النهارده الفريق المنتخب كان بيتمرن الصبح في استاد القاهره، ودرجه حراره عاليه جدا، شفنا بعض الصور واللقطات كده والفيديوهات. يعني اكيد ربنا يكون في عون الجميع في درجات الحراره العاليه اللي بنعيشها دلوقتي في القاهره. طيب قدامكم طبعا اهي صور تدريبات لاعبي منتخب مصر، من ضمنهم طبعا لاعبي النادي الاهلي مروان عطيه وعدد من لاعبي النادي الاهلي. ما تنسوش السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، خطة المنتخب وطريقة أداء المنتخب وأفضل تشكيل ممكن يلعب المنتخب، هل ممكن يتغير في اللقاء اللي جاي؟ احنا بدأنا المباراة اللي فاتت بطريقة 3-4-3، هل ممكن يرجع ل 4-2-3-1 في لقاء غينيا بيساو، ولا دي الطريقة اللي خلاص هينتهجها حسام حسن في إدارته للمنتخب في الفترة اللي جاية؟ ده أكيد مستنيين نسمع رأي حضراتكم. ولكن عندنا رأي فني مهم جدا محتاجين برضو نسمعه من خلال زميلنا كريم سعيد المحلل الرياضي، عشان نتكلم معاه على مباراة مصر وبوركينا فاسو، ونتكلم معاه على التصفيات الإفريقية إجمالا لأن فيها مفاجآت مدوية في عدة مجموعات حتى الجولة الثالثة، ومع الجولة الرابعة أكيد المفاجآت هتفضل مستمرة. كريم مساء الفل. مساء الفل يا محمد، ومساء الفل لكل مشاهدي خط نادي الأهلي. طيب أول حاجة عايز أعرف رأيك في مباراة مصر وبوركينا فاسو، الفوز بهدفين مقابل هدف، طريقة اللعب اللي بدأ بيها حسام حسن في هذا اللقاء، هل بتختلف معايا عن 3-4-3؟ هل الشوط الثاني غير الطريقه؟ يعني شفت ده ازاي قبل ما اتكلم معاك بقى على مشوار التصفيات بشكل عام، وشفت المجموعات ازاي؟ اكيد اهم حاجه هنقولها في ماتش بوركينا فاسو هو الثلاث نقاط، ده اهم مكسب المنتخب طلع بيه. ما اعتقدش في اي شيء ثاني ممكن يعني ايجابي اقدر اتكلم عليه. هو بدايه كويسه، قدرنا نجيب هدفين بمجهود فردي يشكر عليه طبعا محمود حسن تريزيجيه. للاسف
بعد الهدفين شفنا خلاص يعني المنتخب وكأنه خلص المهمة بتاعته. المدير الفني لبوركينا فاسو وتراوري شفناه عمل ثلاث تغييرات يا محمد بين الشوطين، قلب تمام بيهم المباراة. الشوط الثاني منتخب مصر بيلعب على استاد القاهرة على الأرض وسط جماهيره، بيلعب مدافع زون ديفنس لغاية لما نزل عمر كمال عبد الواحد، والطريقة اتقلبت من 3 4 3 لما يشبه 4 5 1، وبدأنا نعمل نحافظ على فارق الهدف بعد هم نجحوا ان هم يخلصوا الفارق. هي المباراة الأولى للكابتن حسام حسن الرسمية. مش هقدر أقول لك يعني ان هو هينتهي 3 4 3، لأن أنا على المستوى الشخصي أؤمن إن هو لعب بثلاثة في الخلف بسبب عدم وجود ظهير أيسر أساسي وعدم اقتناعه بإن هو يدفع بعمر كمال عبد الواحد من بداية المباراة، ولكنه اضطر إنه يدفع بيه في وسط المباراة بعد ما الدنيا اتزنقت ولجأ لعمر اللي فعلا أخله الجبهة اليسرى اللي كانت محتلاها بوركينا فاسو بشكل تام جدا 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 في الشوط الثاني. لكن انا باكد لك مع عوده محمد حمدي للمنتخب في المباراه القادمه، المنتخب هيلعب ب 4 هيلعب بطريقه كم؟ 4 هيلعب 4 4 3 3 4 3 3 طيب. طيب هل اتفاجئت في الشوط الثاني من اداء المنتخب ولا كنت متوقع ان اول مباراه رسميه اكيد هيبقى فيه قلق لا قدر الله في تعادل او خساره؟ اكيد طبعا الشكل كان سيء، الشكل كان وحش، خلينا نكون صراحة. طبعا يعني الانتصار هو المهم، وعايز اقول حاجه بصراحه عشان احنا الجدال ده هنخش فيه كتير خلال التصفيات. بكل امانه يا جماعه احنا يعني احنا ورا المنتخب ورا الكابتن حسام عشان نقدر نوصل، لان بصراحه يعني التصفيات مفيش مساحه فيها للسقوط، ومفيش مساحه ان احنا يعني يتقال في نسخه تاهل 9 ومقاعد ونص من افريقيا منتخب لا قدر الله حصلت له هزه. فاحنا ان شاء الله بكل امانه يعني نحاول ان احنا نمشي خطوه بخطوه بكل امانه. محمد الاداء انا بقولها لك بكل امانه مش هيتطور بشكل كبير جدا زي ما الناس متخيله، احنا هنفضل نلعب بالشكل ده كتير لان احنا عندناش سيستم، احنا بنلعب معتمدين على مهارات اللاعبين الفرديه، وده اللي حصل فعلا في بدايه المباراه. فالشكل انا ما اعتقدش ان هو هيتحسن كتير، نتمنى بس ان احنا ناخد المباريات الجايه يعني زي الاختبارات كده واحده واحده ونجمع النقاط لغايه لما نضمن الصداره. والحمد لله الحمد لله ان كل نتائج المنافسين لغايه دلوقتي بتساعدك. اكيد النهارده المنافس المباشر ليك يعني غينيا بيساو باذن واحد احد نكسبها يوم الاثنين. انا بقول لك مجموعه مصر خلاص انتهت بنسبه 80%. اكيد، لان كمان حتى الجوله الاخيره في الدور الاول اثيوبيا هتستضيفها هنا في القاهره، تكسبها ان شاء الله تبقى 15 نقطه، فانت يعني بتبتعد لان كل الفرق بتتعادل مع بعضها، فانت ممكن تبقى مخلص 5 جولات ينص التصفيات وانت اقرب المسافات بينك وبين المنافسين حوالي 6 نقاط 7 نقاط يعني. الو طب كريم حاول تتحرك بس شويه عشان الصوت بيقطع. طب يا جماعه حاولوا ترجعوا تاني لزميلنا كريم سعيد المحلل الرياضي، لان كمان عايز اخد رايه في نقطه مهمه جدا. لو نبص كده على جدول التصفيات في كل المجموعات هتلاقي مفاجات مدويه، يعني السودان اللي بتلعب بدون دوري، منتخب السودان بدون دوري متصدر المجموعه على حساب السنغال، السودان 7 نقط، السنغال 5 نقط. كريم محمد سمعني كده كويس؟ اه كده افضل، كويس اتفضل كده كويس تمام انا معاك. طيب هسألك على شكل التصفيات، شايفين مفاجآت؟ يعني السودان متصدرة المجموعة على حساب السنغال، ليسوتو برضه متصدرة مجموعة فيها جنوب افريقيا ونيجيريا، ليبيا متصدرة مجموعة فيها انجولا، ويمكن الكاميرون النهاردة متقدمة ممكن تتساوى مع ليبيا في عدد النقاط ب7 نقاط. يعني المغرب ساحل العاج تونس مصر دول لغاية دلوقتي بدون مفاجآت، لكن الجزائر خسرت على ارضها امام غينيا كوناكري، مدغشقر متصدره على مجموعه فيها غانا ومالي، المفاجات كتيره في التصفيات يا كريم. صحيح، بس طبعا اكيد ان المفاجات لما نتكلم عليها هنتكلم على كل منتخب على حده، لان اكيد كل منتخب له ظروفه الخاصه. يعني المنتخب الجزائري انا اعتقد برضه طبعا بعد مرحله جمال الماضي
بيشكل جبهة، يعني جيل جديد وبيشكل وقت جديد مع جهاز فني جديد. أنا شفت ملخص المباراة بصراحة، المنتخب الجزائري عايز أقول لك ما كانش عنده يعني فرص كتيرة، ومنتخب غينيا عمل مباراة فوق الممتازة، كانوا بيلعبوا كرة حلوة جدا، الأهداف بتاعتهم جاية من لعب جماعي، فريق حلو بيلعب كرة حلوة كل أمان. حتى المنتخب الجزائري برضو جاب هدف من مهارة فردية عن طريق الجبهة اليسرى. ربما طبعا أتمنى على مستوى الشخص طبعا إن هم يعني يلموا ورقهم ويقدروا يحسنوا نفسهم في الفترة الجاية. المنتخب الليبي طبعا أكيد يعني بيحاول يرجع زي ما كان زمان، وأعتقد عندهم دعم كبير جدا 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 من المسؤولين الرياضيين في ليبيا. إحنا لما كنا في ليبيا مؤخرا مع النادي الإسماعيلي وهو بيلعب شقيقه الأهلي الليبي في احتفالات المئوية بتاعته، شفنا بصراحة هناك في شغل كبير جدا يا محمد على مستوى الرياضة، وده منعكس حتى شفناه حتى على كرة السلة، وشفناه على المنتخب أدائهم بيتطور وبيتحسنوا وبيخرجوا، ونتمنى لهم طبعا كل الخير ان هم يرجعوا زي سابق عهدهم. وانا اتمنى بصراحه المنتخب الليبي ان هو يعمل المفاجاه ويخطف بطاقه الترشح على حساب الكاميرون. طبعا انا معاك ان الكاميرون دلوقتي كسبانه وهتتساوى مع بعض، بس اكيد المباراه اللي هي اللي هتبقى ما بينهم في الدور الثاني هي في العوده يعني هي اللي هتبقى اكيد. المنتخب السنغالي برضه انا شفت مباراته بصراحه، منتخب الكونغو الديمقراطيه خطف يعني كان عنده فرص وقدروا ان هم يخطفوا هدف التعادل في الدقيقه 86. واعتقد كان بصراحه حرام ان هم يختاروا ان هم لعبوا مباراه ممتازه جدا مع السنغال على ارضها وسط جماهيرها، واعتقد ان هم يعني ماشيين بشكل كويس يبقوا منافس قوي للسنغال. السنغال مش هتبقى يعني رحلتها للحصول على التذكره سهل زي ما هم معتقدين. والمغرب كمان اعتقد حظوظها في المجموعه كبير، يمكن حظها كبير يعني، حتى الكونغو برازافيل عندها مشكله او الكونغو الديمقراطيه عندها مشكله في ملعبها، فالفيفا قرر نقل مباراتها بدل ما تلعب في ملعب موحد هتلعب في المغرب. فالمغرب حظها كويس ان حتى اريتريا خرجت بره التصفيات، يعني حتى المجموعه الوحيده اللي فيها خمس منتخبات مش ست منتخبات. بص انا اعتقد مهمه تونس ومهمه كوت ديفوار ومهمه المغرب اعتقد سهله، حتى يعني يكفي مثلا المنتخب التونسي في مجموعته لعب ثلاث مباريات كلين شيت ما دخلش فيه ولا هدف، المنتخب بيمشي بشكل كويس جدا. المنتخب المغربي برضو بصراحة منتخب قوي للغاية، قوي جدا 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 من الناحية الفنية، عنده لاعبين مميزين وماشي كلام بشكل كويس في الفترة الأخيرة. برضو أعتقد منتخب كوت ديفوار ماشي بشكل مميز، ثلاث مباريات 12 هدف كلين شيت، برضو أعتقد يعني مهمتهم في المجموعة سهلة. طبعا بص الحمد بكل أمانة عدد المقاعد لما يصل للرقم تسعة ده يفترض ان الست منتخبات او السبع منتخبات الكبيره في القاره يوصلوا بسهوله، يعني المفروض ما فيش مشاكل لتونس لكوت ديفوار لمصر للمغرب بس طبعا نتمنى ان ليبيا تعمل زي ما قلت مفاجاه على الكاميرون، بس يفترض المنتخبات الكبيره ما يبقاش عندها ازمه يعني. تمام. طيب زميلنا كريم سعيد المحلل الرياضي انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات والمعلومات الهامه، كانت إطلالة مهمة جدا على مباراة منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو، وكمان حديث مهم عن التصفيات الإفريقية. لما نتكلم على يعني 19 مجموعات فيها مباريات كثيرة وعديدة، ولكن حتى الآن المفاجآت مستمرة وواردة حتى في الجولة القادمة. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندي مفاجأة متعلقة بموقف الأندية المصرية للمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل. الكل بيتكلم على الاتحاد المصري هيعمل ايه، لكن النهارده جايب لكم اجابه جديده، الاتحاد الافريقي هيعمل ايه. فاصل ثم نواصل. ملف مهم جدا شاغل بال الجميع. النهارده كان في الشهر 8 يونيو، يعني لسه باقي على نهايه الشهر حوالي 21 يوم 22 يوم 3 اسابيع، والدوري المصري لسه الدور الاول فيه مباريات مؤجله حتى الآن طبقا لما هو معد ومرسل لكل وسائل الإعلام، في مباريات متحددة في الجدول الدور الأول لغاية 12/7، وفي مباريات لسه لغاية دلوقتي اتحاد الكورة أو رابطة الأندية، خلينا نتكلم عن الرابطة تحديدا لأن هي اللي بتعمل الجدول، رابطة الأندية لسه ما حددتش مواعيد المباريات التانية المجالة من الدور الأول، وليكن هندي مثلا أسبوع زيادة عشان يخلص باقي المباريات، فمن 12/7 نقول 20/7 أو 21/7. طيب اللائحة، لائحة دوري الأبطال أو الكونفدرالية بدون ما نبص في الخطابات الرسمية، يعني
بتقول ان 30/6 ده اخر ميعاد عشان كل اتحاد يبعت اسماء الانديه اللي هتشارك في الموسم الافريقي اللي جاي، واحنا بقى لنا 5-6 سنين في الموال ده كل سنه، مش جديد يعني. ولكن اكتشفت ان في ناس عماله ترمي اخبار وبتتكلم في معلومات غلط. تقول لك ايه، اصل الموسم الكاس لو ما انتهاش نبعت اسم انديه اللي لعبت السنه اللي فاتت. هو من امتى اصلا بيتبعت اسامي الفرق اللي هي بتبقى ابطال الكاس؟ اتحاد الكوره بقاله 6 سنين اصلا مهمل في مساله ان بطل الكاس يلعب كونفدراليه، ودايما بيعتمد على فكره ثالث الدوري ورابع الدوري. والسنه دي الامور اتسهلت شويه، عنده بطل دوري الابطال وعنده بطل الكونفدراليه، ولكن هو محتاج يتاكد بس من ترتيب بعض الفرق، هل ممكن تترحل تلعب دوري ابطال ولا هتفضل زي ما هي كونفدراليه. طيب عشان يحدد ده، هل 30/6 ده الكلام النهائي ولا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه؟ ان اتحاد الكوره جاله خطاب بيقول له في 30/6، والاتحاد اكيد عارف ان هيجي له خطاب بالتاريخ ده، سواء جاله النهارده امبارح الاسبوع اللي فات هيجي له حتى الاسبوع اللي جاي، هو عارف ان في خطاب هيجي له بتاريخ 30/6. ولكن اتحاد الكوره لغايه دلوقتي ما بعتش للاتحاد الافريقي يقول له لا مد المهله دي من 30/6 مثلا لغايه 30/7. بدي مثال، لان الاتحاد اكيد هيبعت خطاب، ما هو الاتحاد مش هيقف عن 30/6 وهيسكت، لا لازم يبعت خطاب للاتحاد الافريقي يقول له انا عندي الدوري لسه مستمر، وانا عندي المشكله بتاعت كل سنه، وانا عندي ازمه كل سنه، وانا عندي حوار كل سنه وما بعرفش احله، فهستاذنكم يا ناس يلي في الكاف امد من 30/6 مثلا يعني ل 30/7، وانا اتوقع ان هم هيطلبوا المد ل 30/7. طيب لما يطلبوا المد ل 30/7 الكاف هيرد يقول ايه؟ هي دي بقى المفاجاه اللي قايلها النهارده، اللي هقولها لحضراتكم النهارده. هتطلب المد ل 30/7، هل الكاف هيوافق ولا هيرفض؟ لا هيوافق ولا هيرفض. ايه فزوره؟ لا والله مش فزوره، بس هو الكاف هيعمل ايه؟ هيديك ميعاد تاني غير الميعاد اللي انت هتطلبه. خدوا المفاجاه الجديده دي، هيديك ميعاد تاني غير الميعاد اللي انت هتطلبه، بس بشرط لو الميعاد اللي انت طلبته هيكون بعد ميعاد القرعه اللي هو هيعملها للادوار التمهيديه، هو هيختار لك ميعاد تاني غير الميعاد اللي انت بعته. يعني مثلا هو عايز يعمل القرعه، احنا عارفين الدور التمهيدي الاول هيتلعب في 16/8، فبالتالي عايز يعمل قرعه مثلا يعني 25/7، هيعمل قرعه 25/7. طيب انت بعت قلت له مديلي 30/7 او مديلي الاول 8، فالكاف هيرد يقول لك ايه؟ مش هيقول لك لا، او يقول لك او ما يسكتش ويقول لك مثلا انا موافق على الميعاد اللي انت بعته، لا هيقول لك لا انا همديلك ل 25/7، همديلك ل 20/7، همديلك ل 19/7، هيحدد لك ميعاد. يبقى انتوا دلوقتي الخبر الجديد اللي بتاخدوه من برنامج الترند ان خلال الايام القادمه لما الاتحاد الافريقي يجي له خطاب من الاتحاد المصري، لان الاتحاد المصري هو اللي هيخاطب مش الرابطه، الرابطه هتقول للاتحاد والاتحاد يبعت للاتحاد الافريقي. فالاتحاد المصري لما يبعت للاتحاد الافريقي يقول له انا عايز امد من 30/6 ل 30/7، الجديد ان انتوا دلوقتي مستنيين تاريخ هيجي من الاتحاد الافريقي للاتحاد المصري، هيقول له لا انا همد لك 25/7 20/7 10/7 على حسب التاريخ اللي هيتم تحديده رسميا في الايام اللي جايه. يبقى بالتالي كل الكلام اللي عمال يتكتب في السوشيال ميديا وبيتكتب في المواقع واللي بيتقال حتى في تصريحات من بعض المسؤولين في الرابطه، كلام ملوش علاقه بالمستندات الرسميه او بالاخبار الرسميه اللي هتخرج في الايام اللي جايه. دلوقتي اخر خبر في هذا الشق ان الاتحاد الافريقي هو اللي هيختار الميعاد اللي هيناسبه هو عشان يقول لاتحاد الكوره اخرك يوم كذا 25/7 20/7 10/7 على حسب ما الكاف يحدد وقتها. هو هيمدلك بعد 30/6 عده ايام او عده اسابيع، بس قد ايه بالظبط ده اللي هننفرد بيه ان شاء الله قريب جدا هنا من برنامج الترند على شاشه قناه الاهلي، لان عشان نعرف ساعتها مين اللي هيكون مع الاهلي في دوري الابطال ومين اللي هيكون في الكونفدراليه، سواء مع الزمالك او فرقتين تانيين لو الزمالك قدر يكسب ويتخطى بيراميدز ويكون هو التاني مع الاهلي في دوري الابطال، لان الاهلي خلاص حسم موقفه من دوري الابطال، والاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا فبيشارك في البطوله بصفته حامل اللقب. ترتيبه ايه في الدوري؟ وضعه ايه في الدوري؟ كل ده كلام خلاص بقى نحطه على جنب، ملوش اي قيمه دلوقتي، خلاص الاهلي هو حامل اللقب فيقدر يلعب دوري الابطال بصفته حامل اللقب. فبالتالي الخبر المهم الكاف هو اللي هيحدد التاريخ المناسب لاستقبال اسماء الانديه المصريه اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا. فاصل ثم نواصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند اللي بنروح نشوف فيه اخر اخبار الترند والموضوعات اللي موجوده في السوشيال ميديا. البدايه بترند الاهلي وحساب الاتحاد الافريقي، تحديدا مسابقتي دوري الابطال والكونفدراليه، واللي عمله يعني ذا بيست اوف سيفز، يعني افضل تصديات لحراس المرمى في دوري ابطال افريقيا موسم 2023-2024. مصطفى شوبير خد او كان متواجد ضمن قائمه افضل تصديات لحراس المرمى في هذا الموسم، وخدوا له تصديات في مباراتي سيمبا ومازيمبي الكونغولي. طبعا كان في اكثر من حارس في هذه اللقطه او في هذا الفيديو اللي اعده الاتحاد الافريقي على حسابه الرسمي، ولكن تم يعني اختيار مباراتين لمصطفى شوبير، سواء مباراه سيمبا او حتى مباراه مازيمبي. طيب سبورت 360 مصريه بيقولوا اكثر اللاعبين مساهمه بالاهداف في الاهلي تحت قياده كولر، اداء مميز لنجوم المارد الاحمر. علي معلول 38 مساهمة، كهربا 38 مساهمة، والاثنين كده يعتبروا متساويين في الاسيست خلال هذا الموسم مع الاهلي، ويليهم على طول حسين الشحات 35 مساهمة تهديفية. نروح لحساب الوطن سبورت وبيقول ان في فرصة العمر الكهربا في الاهلي، لان وسام ابو علي هيغيب 6 مباريات للاصابة. الوطن النهاردة اتكلم ان اصابة وسام ابو علي لن تقل عن 3 اسابيع، وبالتالي في فترة ال 21 يوم الأهلي هيلعب 6 مباريات، فشايفين إن أقرب البدلاء اللي هيكونوا جاهزين للمشاركة بشكل أساسي لتعويض غياب وسام أبو علي هو محمود كهربا. ففرصة العمر من وجهة نظرهم إن كهربا ممكن يقود تشكيل الأهلي الهجومي خلال الست مباريات المقبلة. عموما لسه هنشوف الفترة اللي جاية، أكيد هيبقى فيه مزيدا من التفاصيل أو الفحوصات الطبية لوسام أبو علي، وكمان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر هو اللي هيحدد الشكل الفريق الهجومي في الفترة اللي جاية. ممكن يغير طريقة اللعب، ممكن يبدأ بشكل مختلف، فمش هنستعجل الكلام في هذا الموضوع لغاية لما نشوف البداية والانطلاقة أمام فاركو يوم 14/6. طيب نروح لحساب اليوم السابع، وهيبدأ الكلام على التدعيمات والمراكز والصفقات في انتقالات الصيف اللي جاية. قالوا أن كولر يطلب تدعيم 4 مراكز ب5 صفقات في ميركاتو الصيف. طيب بما ان اليوم السابع فتح الموضوع والكلام كتير في مساله هذه الصفقات، وكمان لو نروح للمصري اليوم بعدها هتلاقي برضو نفس الكلام. المصري الرياضي طلب عاجل من كولر بالتعاقد مع نجم منتخب مصر، وهنا بيتكلموا على محمود حسن تريزيجيه. فنشوف كمان المواقع التانية، هنلاقي كمان كورة بلس بيتكلم على تطورات جديدة، زين الدين بالعيد على بعد خطوة واحدة من الأهلي. فاحنا دلوقتي عندنا اليوم السابع اتكلم على 5 صفقات قالوا فيها أسامي بعض اللعيبة في مراكز مختلفة، واتكلموا على صفقة المهاجم البركيني، واتكلموا على محمود حسن تريزيجيه في المصري الرياضي، وكورة بلس بيتكلموا على زين الدين بالعيد. طب نروح لليوم السابع ونشوف قالوا ايه. قالوا لا، صفقة كانت جاية بس الأهلي تراجع عنها. قالوا الأهلي يتراجع عن ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، فبالتالي الصفقة دي كانت معايا الأسبوع اللي فات في الأهلي رسميا. النهاردة اليوم السابع بيقول لك الأهلي يتراجع، وأنا زي ما قلت لحضراتكم الفترة الأخيرة في كلام كتير جدا بيتقال في موضوع الصفقات. بس قبل ما أروح لآخر خبر معايا الكابتن شادي، أرجع لموضوع يوسف أيمن، لأن الكلام الكتير اللي اتقال في مسألة الصفقات اللي جاية والتدعيمات اللي جاية ويوسف ايمن من اللعيبه اللي اتقالت ان هي خلاص وقعت رسميا للاهلي واصبحت موجوده لتدعيم خط الدفاع بعد محمد عبد المنعم ما رحل وانتقل الى احد الانديه الاوروبيه في تعاقد رسمي وصل او خطاب رسمي وصل للنادي الاهلي. النهارده اهو انا استعرضت معاكم 3 اخبار في 3 مواقع مختلفه، المصري الرياضي واليوم السابع وكره بلس. عايزين ملخص المشهد ده كله؟ كل الاسامي اللي مطروحه دي اكيد ممكن تكون اسامي مطروحه بنسبه كبيره، وفي اسامي ممكن تكون في الساعات اللي جايه بتخلصها بدون ذكر الاسماء يعني، وفي اسامي ممكن تكون قريبه جدا 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 من ارتداء تيشيرت النادي الاهلي. ولكن قبل حسم كل هذه الملفات في اجتماع هيبقى في الساعات اللي جايه ما بين مارسيل كولر ولجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب. الاجتماع ده هيشهد ايه؟ الاستقرار بشكل رسمي على خريطه التدعيمات اللي الجهاز الفني محتاجها للموسم اللي جاي. تاني، بغض النظر عن كل الأسماء اللي أنا استعرضتها دلوقتي معاكم في ترند الأهلي، ولكن الملخص ده كله هيتم مناقشته والاستقرار عليه بشكل رسمي في اجتماع مزمع انعقاده في الأيام اللي جاية أو الساعات اللي جاية
ما بين لجنة التخطيط مارسيل كولر والجهاز الفني مع الكابتن محمود الخطيب عشان الاستقرار على الخريطة النهائية، الصفقات اللي الجهاز الفني محتاجها بشكل رسمي، لأن خدوا بالكم في قيد إفريقيا هيبدأ 21/7 والدوري وقتها هيكون مستمر، ففي لعيبة لازم تحسم أمرها وتضمها بشكل رسمي قبل ما تبعت القائمة الإفريقية يوم 21/7، والقائمة دي هتبقى من 21/7 ل 31/8، والقائمة هتبقى المبدئية يعني، عايز تأيد 40 لاعب أيد، عايز تأيد 33 لاعب أيد، بس أكيد لازم تحضر للقائمة دي بشكل كويس، لأن العدد اللي هتسجله في القائمة دي وارد جدا تكون دي اللعيبة اللي معاك في السوبر الإفريقي أمام الزمالك. ركزوا في الكلام اللي ما بين السطور، القائمة الإفريقية اللي هتتسجل في الفترة من 21/7 ل 31/8 دي القائمة اللي وارد بنسبة كبيرة جدا تكون دي القائمة الأساسية اللي هتعتمد عليها في مباراة السوبر أمام الزمالك لو هيتلعب الماتش في شهر 9 مش بعد كده. فالاجتماعات اللي جاية هتبقى مهمة جدا عشان الاستقرار النهائي على كم الأسماء اللي مطروحة في السوشيال ميديا زي ما انتوا شايفين. عموما أروح لآخر حاجة معايا في ترند الأهلي، وهو اجتماع مهم جدا أو خبر مهم جدا متعلق بتكوين فريق الكرة النسائية في الأيام اللي جاية. والنهاردة الحساب الرسمي لكرة بلس كشف عن تحركات للكابتن شادي محمد اللي بنبارك له بالتأكيد على تعيينه كمسؤول عن قطاع الكرة النسائية اللي خلاص حاليا بيتم تكوين هذا الفريق. قالوا إن الكابتن شادي بيجهز قائمة بأسماء أفضل اللاعبات لبدء التفاوض معهن وإقناعهن باللعب للأهلي وتكوين فريق كرة نسائية قبل الموسم الجديد. الفريق ده لازم يتكون، لازم يتم إرسال بياناته في رخصة الأندية المحترفة عشان تشارك الموسم اللي جاي في البطولة الإفريقية، لازم يكون عندك هيكل تنظيمي وهيكل فني وفريق كرة نسائية بيلعب في الدرجة الأولى عشان يتم اعتماد رخصة النادي الأهلي كرخصة نادي محترف. آخر ملف النادي الأهلي خد فيه خطوات جادة، وخلال الساعات اللي جاية الكابتن شادي محمد هيكون مسؤول عن تكوين هذا القطاع في الفترة اللي جاية، قطاع فني، قطاع إداري، قطاع طبي، فريق أول، بالإضافة إلى عدد من لاعبي أو اللاعبات قطاع الناشئين في الكرة النسائية. نروح للترند المحلي، واتحاد الكرة النهاردة اتكلم على أن منتخب مصر خاض تدريب صباحي قبل السفر، ومن شوية كنت بقول لحضراتكم الفريق خلاص غادر من مطار القاهرة إلى غينيا بيساو، وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موجود في المطار لتوديع اللاعبين. طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، والنهاردة عايز أخد أكبر قدر من توقعات حضراتكم. قلنا أفضل تشكيلة للمنتخب، وهل تتوقع تغيير طريقة اللعب ولا لا؟ محمد مجدي بيقول أتوقع للكابتن حسام حسن أنه يبدأ بطريقة 4-3-3 اللي هتكون أفضل دفاعيا، الشناوي، عمر كمال، منعم ربيع، هاني، مروان حمدي، فتحي زيزو، تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح. طيب خدوا بالكم يا جماعه، محمد حمدي هيرجع، فممكن وارد يكون حمدي باك ليفت برضه. هاني بيقول مساء الخير، اتوقع الشناوي، منعم، ربيعه، هاني، عمر كمال، حمدي فتحي، امام عاشور، ومروان عطيه، وبيقولوا كمان تريزيجيه، صلاح، ومحمد شريف، ويا رب النصر لمصر. يعني الناس شايفه ان في استقرار على نفس العناصر اللي لعبت مباراه البوركينا، ولكن عمر يبدا في التشكيله الاساسيه. سامح بيقول اتوقع تعديل في التشكيل وطريقه اللعب لاختلاف المعطيات، الشناوي، هاني، رامي، منعم، عمر كمال، حمدي فتحي، مروان، امام عاشور، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، والطريقه 4-3-3. برضو الناس مصره ان عمر هو اللي هيبدا لكن حمدي مش هياخد بدايه اللقاء. طيب محمد بيقول 4-2-3-1، الشناوي، عمر كمال، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطيه، تريزيجيه، امام عاشور، صلاح، وشايف ان مصطفى محمد في التشكيله الاساسيه. ده اخر تعليق، بس في تعليق انا عديته هرجع له تاني. حماده حبيب بيقول مساء الخير، محمد الشناوي، حمدي، منعم، رامي، هاني، دي يمكن ده تعليق معايا، هو بيتكلم على ان محمد حمدي هو الباك ليفت، حمدي فتحي، امام عاشور، مروان عطيه، تريزيجيه، مصطفى محمد، ومحمد صلاح. طيب دي كانت ابرز التعليقات اللي معانا النهارده على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه بشكل التشكيل وطريقه اللعب. يمكن الناس شايفه ان الطريقه ممكن تتغير شويه، يعني 4-3-3 مش 3-4-3 عشان طبعا في باك ليفت هيكون موجود مع منتخبنا الوطني، ولكن برضو الناس شايفه ان عمر كمال هو اللي هيبدا، ويمكن راي واحد او رايين اعتقد كانوا معايا شايف محمد حمدي ممكن هو اللي هيبدا. عموما
ايا كانت العناصر اللي هتبدا، يهمنا الثلاث نقاط. تخطف الثلاث نقاط من ملعب 24 سبتمبر هيبقى افضل انجاز ليك في الجوله الرابعه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ب 12 نقطه من اربع مباريات في انتظار الجوله الخامسه هنا في القاهره امام اثيوبيا بعد عده شهور شويه. ان شاء الله باذن الله ناخد العلامه الكامله من الدور الاول عشان نحسم التصفيات بدري بدري ونبدا نركز على تصفيات كاس الامم في المغرب اللي غالبا هتبدا في شهر 9 اللي جاي. حلقه النهارده اكيد كان فيها تفاصيل كواليس كتيره، ولكن لسه عندنا المزيد والاخبار الهامه في الحلقات اللي جايه وفي باقي هذا الاسبوع. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.